برنامج صوت الشباب المتوسطي هو امتداد لمجموعة ديال البرامج التي أطلقتها مؤسسة أنالين مع مجموعة ديال الشركاء على رأسهم المعهد البريطاني. صوت الشباب المتوسط هو كاستمرارية للبرنامج الفايت اللي هو صوت الشباب المغربي. الهدف أو الإضافة اللي زادها البرنامج هو الانفتاح على الضفة الأخرى ديال البحر الأبيض المتوسط، وفي نفس الوقت تمكين الشباب من التواصل مع صناع القرار والسياسيين. اليوم كنتواجدوا في منتدى حوار صوت الشباب المتوسط من أجل فتح فضاءات للشباب لمناقشة مجموعة من المواضيع اللي تثير النقاش. صوت الشباب المتوسط اترافير اون سيري دو فورماسيون كون الشباب كيفاش يعبر على الرأي ديالو. منين تنجيو نشوفوا اليوم الشباب تيعبروا على الصوت ديالهم بكل طلاقة، اللي كتبين أن الشاب المغربي قد يزيد بهذه البلاد لقدام. هذه التجربة هذه صراحة عمري ما ننساها، حيتاش اكتسبت بزاف ديال الحوايج مزيانة، اكتسبت كيفاش نتقبل الرأي الآخر، يعني نتحاور معاه، كتكون عندي ثقافة الحوار. فرحانة بزاف حيت ربحت هاد لا كومبيتيسيون هادي، كانت اون اكسبيريونس تري ريش، استفدنا فيها بزاف ديال الحوايج. J'aimerais encourager tous les jeunes du Maroc à participer à ce genre de compétition, de débat, parce que ça vous donne l'opportunité de faire entendre votre voix, mais aussi ça peut vous aider votre cursus professionnel par la suite.